وبالمناسبة احنا بنتكلم على صلاح محسن، صلاح محسن بيتصدر استفتاء الكاف عن الموهبة الأفضل في دوري الأبطال، وأعتقد إن صلاح محسن يستحق يا كريم. طبعًا، أعتقد صلاح محسن يعني الموسم ده ربما في البداية كان لسه بيظبط أموره مع النادي الأهلي في حتة أسلوب اللعب والتمركز وكل شيء، ولكن في النص التاني من الموسم أعتقد صلاح محسن سواء على دوري أبطال أفريقيا أو حتى على المستوى المحلي، وشفنا أداءه حتى في ماتش القمة الأخير اللي انتهى 1-1 كان واحد من اللاعبين المميزين جدا جدا، وأعتقد برضه على المنتخب الأولمبي زي ما أحمد بيقول له أدوار كبيرة. وبصراحة أنا مستعجب جدا ليه الكابتن شوقي غريب أصلا بيلعب برقم 9 كلاسيكي في اللعب بتاعه، مش مناسبة خالص يعني. أنا أعتقد بس هو خلي بالك مصطفى محمد يبقى مكانه ياسر، يعني لما تيجي تقعد تفكر في الموضوع مصطفى محمد يبقى ياسر ريان، احمد ياسر ريان صح، بس برضه مصطفى محمد كان بينزل بره منطقه الجزاء كتير يعني. مصطفى محمد برضه تحركاته خارج منطقه الجزاء تبقى اخف واسرع بكتير من احمد ياسر. احمد زي ما حضرتك تفضلت وقلت هو تارجت لحد ما، وعايز برضه انت توصل له الكوره لغايه عنده. مصطفى محمد حتى مع نادي الزمالك نفتكر كان بيخرج خارج منطقه الجزاء كتير، بس انا متفق جدا جدا مع احمد في حته ان هو لا اما يوظف صلاح محسن او ابراهيم عادل زي ما كان بيتوظف في بيراميدز فولس ناين لما لعب قدامنا مهاجم وهمي، فانت اعتقد ده مناسب ليك. انت ما ينفعش تلعب بتارجت مان في طريقه بتاعتك، انت اوريدي بتعتمد على الكروسات العاضيه وبتعتمد قصدي اللي هي الطوليه، احنا ما عملناش غير الطوليه احنا ما عملناش غيرها حتى ما بتحصل يعني قليل عملناها وحش في ماتش الارجنتين بصراحه عملناها وحش يعني افضل طبعا من ماتش اسبانيا، وخلي بالك المنافس اقل، لان المنافس اقل طبعا، لان اسبانيا بصراحه انا مرشح اسبانيا للادوار النهائيه يعني للتوب فور يعني وجهه نظري.